بسم الله، شو مع بعض؟ ازاي نصدر الشغل اللي احنا عملناه رفت للكات؟ هاجي هنا من الريبون اختار ار واقول له اكسبورت، وهاجي هنا للكاد بلا عند دي دبليو جي ودي اكس اف ودي جي ان واي سي اي اس. اختار دي دبليو جي او دي اكس اف عشان اصدر للكاد، والدي جي ان اللي انا عايز اصدر المايكرو ستيشن. دي دبليو جي ممكن اجي هنا اقول له انا عايز الحاجات اللي هي مثلا في السيشن دي كل الفيوهات اللي موجوده في الست اللي احنا شغالين عليها، اقول له انا عايز كل الفيوهات اللي في الموديل فاجيبها لي كلها، فابدا اختار الحاجات اللي انا عايز اصدرها بالشكل دوت. تمام، ممكن اقول له تشيك اول واروح معلم عليهم كلهم. تمام، او ممكن اقول له انا عايز الشتات اللي موجوده في الموديل، دي الشتات اللي موجوده في الموديل، راح اختارهم كلهم. تمام، او ممكن اختار الفيو اللي انا فيه بس. لو انا مختار فيو 2 دي هيصدر للاوتوكاد 2 دي، لو انا مختار حاجه 3 دي هيصدر للاوتوكاد 3 دي. تمام، اجي هنا موديفاي اكسبورت، ده بيديني الليرات، يعني بيقول لي مثلا الاير تيرمينال هتصدر للاير اسمها كذا وهيبقى اللون بتاعها كذا. اللون دوت هو اللي موجود في الاوتوكاد، يعني في لوحه في الاوتوكاد كده بيقول لك ايه ان لون واحد هو مثلا اللون الاحمر، لون اثنين اللي هو الاصفر، اللون ثلاثة اللي هو الأزرق، يعني بقى في قايمة كده بالألوان. فهو هنا مديني الأي دي كولر، فأنت بتبقى أنت مثلا عارف إن عايز مثلا اللون أصفر تخليها اتنين، محتاج اللون أحمر، وممكن تجيب الأوتوكاد، يعني تشوف الأوتوكاد اللون اللي أنت عايز تصدره ليه وتختاره من هنا. تمام، دي ممكن نختار اللير من الستاندرد بتاع الـ AIA أو الـ I2 أو أعمل أنا حاجة خاصة بيا. تمام، طبعا كل شركه بتعمل ليارات خاصه بيها، بتاخد الاي اي اي، ولو في اي مشاكل او في اي اختلاف بتبدا تختار اللير اللي عايزاه. هنا اللير اهيت، اسم اللير ممكن تسمى اي اسم انت عايزه، ممكن تدي اي لون انت عايزه، ممكن تعدل فيه لو انت عايز تعدل اي حاجه فيه كاستم، او ممكن هنا كات، يعني دي طبعا هتظهر في الحوايط مثلا او في الكولوم، ان انا بيبقى عندي الحاجه مثلا شكلها لو انا قاطع فيها بيبقى ليه لون معين من هنا، ولو انا شايفها من فوق البروجيكشن بتاعها بيبقى بختار اللون من هنا. يعني انا دلوقتي عندي الحوايط اللي هي واصله لاخر الدور، تمام، دي هتبقى ايه قط لان انا قاطع فيها. طب لو حاط صغير ممكن تبقى من البروجيكشن. هنا اللي رات بيقول لي هل انت عايز اوتوماتيك سنتر يبقى سنتر، الداش يبقى داش، ولا عايز تغير؟ ممكن تختار كل لير معين لان هو شكله يختلف من هنا عشان يبقى شكله زي ما انت متعود عليه في الاوتوكاد. الباترن برضو كذلك، التكست فونت ممكن اقول له انا عايز التكست دوت يبقى في الاوتوكاد يبقى شكله كذا. تمام، الريفت ما بيعملش مشاكل في الفونتات، اللي بيعمل مشكله الاوتوكاد، لان الريفت بيشتغل على الفونتات بتاعت الويندوز، اما الاوتوكاد زي ما احنا عارفين بيشتغل بفونتات خاصه بيه. الكولر، هل انت تشغل بال 255 لون ولا تشغل بال ار جي بي ريد جرين بلو القيم بتاعتها. السوليد، لو انت في الفيو 3 دي احنا قلنا الحاجات 3 دي هتتحول ل 3 دي، عايزها تبقى بولي ميش ولا اي سي اي اس سوليد. الوحدات، انت شغال بانهي وحدات، الجنرال، الغرف والسبيس والاريا، عايز نصدرهم بول لاين ماشي صدرهم لي بول لاين مش هتخسر وهنحتاجها. تمام، السكوب بوكس، لو انا رسم سكوب بوكس او ريفرنس بلينز انا عايزهم يختفوا، لو انت عايزهم يظهروا هتشيل علامه من هنا. عايز تصدر، ودي مهمه قوي، عايز تصدر الاكسبورت بتاعك دوت ل 2013 ولا 2007 ولا 2004. لو انت عندك في الشركه حد شغال باصدارات قديمه هتبدا تختار حاجه قديمه. تمام، هنا ممكن انا اعمل كذا واحد، يعني مثلا بعد ما ظبطت دوت المعماري عايز واحد للشيء، هدوس هنا واقول له ده استراكشر، وراح مظبط الخصائص الخاصه بالاستراكشر، واعمل واحد تاني للام اي بي. تمام، اقول له ايه اوكي. هنا اختار بقى، مجرد ان اخترت كده خلاص القيم اختلفت. تمام، تمام، الحاجات الخاصه بالاستراكشر يبقى مثلا الحيطان والابواب والشبابيك والحاجات دي هتطلع تقيله شويه. لو انا اخترت ام بي خلاص يبقى كلها هتاخد رمادي، والام اي بي هو اللي هيبدا يظهر معايا.
اقول له نكت، بيقول لي انت عايز تصدر ل 2013 ولا 2007 ولا 2004 زي ما انت عايز، وهل انت عايز الاسم يبقى كامل بالطريقه ديت ولا اختصره لي؟ انسى اسم المشروع، خلي بس اسم الدور. ودي بقى اختيار مهم قوي، اختيار مهم قوي بالذات لو انا شغال في الشتات. يعني انا دلوقتي عندي شيت، تمام، والشيت طبعا حاطط فيه كذا فيو، مثلا 5 فيوهات، تمام. لو انا شلت الاختيار دوت، اكسبورت فيو الشيت اند لينكس از اكسترنال ريفرنس، يبقى كده هيتباع لي لوحه اوتوكاد واحده فيها الفيوهات كلها، لوحه اوتوكاد واحده. انما لو علمت كده وانا بصدر شيت فيه 4 فيو، هيعمل لي شيت فاضي، تمام، وفي 4 فيوهات مسحوبين عليه لينك، تمام. يبقى انا كده لو انا هيطلع لي 5 لوح، لوحه فيها الشيت واربع لوح كل لوحه فيها الفيو اللي انا شغال عليه. فانا الصراحه بفضل ان انا اشيل الاختيار دوت وبعد كده اقول له اوكي، يبقى انا كده صدرت الشغل بتاعي للاوتوكاد.